تسمح لي أعرف قصة اختيارك لهذا التخصص؟ هو مش اختياري، أنا أقول لك أما جيت حكاية أمريكا، أنا كان نفسي قلت لوالدي طب أخد جراحة، أخد حاجة من الحاجات يعني اللي نسمع عنها، يعني جراحة عظام حاجة كده يعني. فكان والدي رحمة الله عليه له صديق اسمه الدكتور إبراهيم بدران الله يرحمه، ده كان وزير الصحة وكان أستاذ معنا في القصر العيني وكان رئيس جامعة القاهرة، وراجل عظيم 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 الله يرحمهم كلهم. وده كان زميل والدي في الفصل مع بعض الاثنين لما كانوا طلبة في المدرسة. فقال لي طب تعالى ناخد رأي الدكتور إبراهيم. فرحت قابلته أنا ووالدي وقعدنا معاه. وأنت طالب في الجامعة؟ أنا لسه، لا أنا لسه رايح على أمريكا. بعد ما تخرجت؟ لسه هطلع على أمريكا بقى، فعايز يعني لسه في خلاف في الفكر بيني تخصص. وبين والدي في الحتة دي. فهو قال لي كلمة، قال لي بص يا ابني لو خدت جراحة، هو كان أستاذ جراحة الدكتور بدران، قال لي تبقى واحد من مليون، لو خدت سموم بعد 10 سنين هتبقى لمونة في بلد قرفانة. ده بالظبط الكلام اللي قالوا لي، لمونة في بلد قرفانة، يعني هتبقى انت الحاجة. اصل ده مثل مصري عندنا ان لما يبقى الواحد نفسه غم عليه الحاجة اللي تنقذه هي اللمونة، يوم ما يحسش بغممان النفس. فلما يبقى الواحد قرفان ياخد لمونة، ده مثل بلدي يعني. فبيقول لك هتبقى لمونة، التخصص ده هيبقى لمونة في بلد قرفانة، فهتبقى حاجة هتفيد البلد وهتبقى أنت الوحيد فيها. وقعد شرح لي، أنا طول عمري بحترم رأي الكبار حتى لو كان على غير هوايا، وبعرف بعد كده أن هم صح، لأن الخبرة الخبرة. صحيح صحيح. فمشيت وراه، وأنا لو رجع بي الزمن. هو اللي اختارك التخصص الدكتور بدران؟ يا سلام. هو والدي. يا سلام. ومشيت على اللي هم قالوا عليه، ولو رجع بيا الزمن هعمل زي هم ما قالوا. يا سلام، مش هغير حاجة.